هنا من مغرب السلام، مغرب التعايش، مغرب المحبة. أكيد نعطي انطلاقة النسخة السادسة من مهرجان مراكش لأيام الفولكلور العالمي، وذلك حضورنا الكريم بكلمة افتتاحية للسيد يوسف الحسني مدير المهرجان لأيام الفولكلور العالمي. فكنديو على السي يوسف أنه يطلع لنا المنصة باش ناخذ من عنده الكلمة الافتتاحية. بكثير من المحبة والاحترام والتقدير لك أكيد على المجهودات اللي كتقوم بها يوسف. شكرا للجميع، شكرا للحضور، مرحبا بكم في الدورة السادسة لمهرجان الفولكلور العالمي. وحنا اليوم وهاد السنة هادي اللي هاد حنا في هاد البلاصة اللي زوينة وعطات واحد الرونق جديد للمهرجان. وهاد المهرجان هاد السنة تاخذنا شعار إرض السلام، إرسالام اللي توحد الشعوب والاختلاف وكذلك والتسامح اللي هو الرمز ديال هذا المهرجان، وكذلك الأهداف ديال الجمعية ديالنا اللي تأسست سنة 2017 هو الترويج للتراث الثقافي المغربي، وكذلك الترويج لمدينة مراكش، وكذلك الوجهة ديال المغرب على العموم. تبغيو تسمعوا شوية دقة مراكشية؟ يا نورمالمون كانوا قالوا لي راهم كاينين، لكن من بعد كتجيني خبيره كتقول انه الناس ديال الدقه المراكشيه ما كاينينش. ما عرفتش انا غادي نعيط عليهم نشوف واش غادي يكونوا حضروا وجاوا ولا مازال. المجموعه ديال الدقه المراكشيه واش جات ولا ما جاوش؟ سعيده، سي يوسف، الناس ديال الدقه المراكشيه فينكم؟ بلي مازال ما كاينينش. كاينين وفين هما؟ هادو هما بهجاوه اللي ديما واجدين. تسمعوا الدقه المراكشيه؟ يلا غادي نبقاو مع دقيقات مراكشيه، هي احسن حاجه نقدروا نبداو بها نسختنا السادسه هاد السنه. مراكش يا سيدي كل فرح بيك كل فرح ليك، مراكش يا سيدي كل كل فرح ليك، بغضوك يا بطل يا شريف العلوي، بغضوك يا بطل يا شريف العلوي، مراكش يا سيدي كل فرح ليك، مراكش يا سيدي كل فرح ليك، أيام فولكلور العالمي اللي عطى بدات الافتتاح ديالو اليوم من ساحة ام افوني من 24 حتى 26 اكتوبر، وكذلك في ساحة جامع الفنا، وكذلك هناك ورشات فنية ثقافية متنوعة في المركز الثقافي جامع الفنا بالمدينة القديمة. هذه السنة هذه دخل المهرجان ديالنا في إطار مراكش العاصمة الثقافة الإسلامية اللي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك بدعم مشاركة مع ليسيسكو والمجلس الجماعي لمدينة مراكش وكذلك وزارة الثقافة. هناك ورشات ثقافية متنوعة اللي كاينين في ليزيتوال دو جامع الفنا اللي فيهم دولكم بحال اندونيسيا وكولومبيا واسبانيا، اللي غيديروا ورشات فنية لصالح الأطفال ديال مدينة مراكش، وكذلك اس او اس فيلاج اللي غادي يستافدوا من هذه الندوات الفنية. العروض الفنية ديالنا ابتداء من الساعة السادسة إلى الساعة 11 ديال الليل تكونوا حفلات فنية متنوعة، فرق زمالي مختلفة. وهاد السنة هذه شارك معنا أكثر من 650 فنان وفنانة اللي تمثلوا جميع القارات وجميع زمال جميع الأعراق. وهاد السنة هذه تنستضفوا من جديد الفرقة الأندونيسية اللي شاركت معنا في المهرجان تاع السنة اللي قبل، وكذلك الفرقة الكولومبية اللي جاتنا من أمريكا اللاتينية، وكذلك فرقة من كندا وأوكرانيا وعدة دول أوروبية اللي تشاركوا معنا دائما في هذا المهرجان. فغادي نستقبلوا كذلك السيدة صوفيا تمار مسؤولة التسويق بام افوني، هذا المكان الجميل جدا اللي هنيئا الناس مراكش به بطبيعة الحال، مكان مرموق كيعكس الرقي ديال مدينة البهجة، هذه المدينة الراقية. السلام عليكم، شكرا للحضور. اليوم ام افنو كتشرف باستقبال الدوره السادسه من مهرجان مراكش فولكلور ديز.
On est aussi très heureux de rendre accessible cette diversité culturelle à tous. Et voilà, donc on animera le lieu pendant 3 soirs et on vous attend nombreux. Et merci beaucoup encore une fois. شكرا لك صوفيا، شكرا اكيد لكاع الناس اللي خدموا على هذه الدوره، هذه الدوره السادسه لمهرجان مراكش لايام الفولكلور العالمي. Aujourd'hui on est ravi d'accueillir la 6e édition du festival Marrakech Folklore Days qui se produira donc dans nos locaux sur 3 jours avec des troupes folkloriques venues des 5 continents du globe. Donc Emma Venue aujourd'hui se veut un lieu culturel, veut rendre cette culture accessible aujourd'hui à tous. On a une programmation très diversifiée, très éclectique tout le long de l'année. Et aujourd'hui, on prépare plein de surprises. Je peux vous annoncer déjà qu'on sera partenaire avec le Festival du Film pour cette année, que Emma Venue sera dans la continuité et offrira une expérience inédite. On organise aussi de grandes animations pour les fêtes de fin d'année, pour faire justement de Emma Venue un lieu incontournable pour tous les visiteurs locaux et internationaux. Donc nous sommes ici à M Avenue pour la 6e édition des Marrakech Folklore Days qui est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Donc pendant 3 jours, M Avenue ça va se transformer en carrefour des cultures où de nombreux troupes folkloriques venues des 4 coins du monde vont donner des représentations. Le point phare sera le demain vendredi à 17h30 pour une parade de toutes les troupes qui vont circuler ici à M Avenue. Donc j'invite les familles, petits et grands, à venir nombreux voir ce spectacle de ce spectacle qui rassemble les cultures et les folklores du monde entier.